استكمالاً لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، أوجه الحكومة باتخاذ الإصلاحات التشريعية والقانونية لتتضمن الآتي: تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال. 2، دعم المرأة من أجل التحقيها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والتكنولوجية التطبيقية، وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة. 3، مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل. 4، الحماية من الإزاء البدني في نطاق الأسرة صوناً لكرامة المرأة ومكانتها.